اللي كسبوا التيشيرتات وتوقعوا صح المباراه اللي فاتت محمد نادي واحمد عادل، مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يبارك فيك. انت طبعا جاي من بني سويف. اي والله المشوار طويل والله. انت تعذبت النهارده ولا اتبسطت؟ والله انت معانا المشوار النهارده طويل بس كانك معانا شغال معانا النهارده. المشوار طويل بس مادام مع الاهلي خلاص اي حاجه سهله يعني. وانت دايما بتنورونا بنفرح بيكم. منورك والله يا كابتن. نبقى عايزين نعمل لكم اي حاجه تبسطكم والله. منورك والله. التيشيرت بتاعك اهو. ان شاء الله يبارك فيك. اهو امسكه كده. ايوه كده. مبروك. واحمد عادل اللي فاز معانا بالتيشيرت الثاني، وان شاء الله يا رب كلكم تكسبوا يا رب. تمام اتفضل احمد عادل اهو التيشيرت، مبروك. ومستنيينكم بقى الماتش اللي جاي، ونشوف طبعا المتسابقين اللي كسبوا معانا في الماتش ده. الماتش اللي جاي برضه هنعمل مسابقه ان شاء الله يوم الاثنين، وعندنا يوم الجمعه، وعندنا على طول كده ان شاء الله، ونحاول نجيب لكم احسن كمان من التيشيرتات. لكن اهم حاجه اعتقد التيشيرتات وممضي عليها من اللعيبه.